تحية لكم برنامج علم السياسة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. هل هي حرب الخليج الرابعة؟ بوتين يتوقع وترامب بدأ بخطوتين. كلنا بنتابع ما يجري في المنطقة واحتمالات حرب جديدة لا قدر الله. لو حصلت تبقى حرب الخليج الرابعة. قبل كده في ثلاث حروب في الخليج. حرب الخليج الأولى اللي هي الحرب العراقية الإيرانية قعدت 8 سنين من سنة 1980 إلى 1988، 2888 يوم بالضبط، 2/3 8. هذه المدة كانت الخسائر فيها فادحة، بنتكلم على تقريبا 2 مليون ما بين قتيل وجريح، 4 مليون مشرد، وتكلفة كبيرة جدا، تقدر هذه التكلفة بقرابة تريليون دولار. إذا بنتكلم إن عقد الثمانينات اللي شهد هذه الحرب شهد الكثير جدا من الضحايا. بنتكلم أيضا على 40,000 أسير، على 7,000 مفقود، كل دول عائلات في النهاية، كل أسير عائلة أو مجموعة عائلات متقاربة، وكل غائب هو عائلة أو عائلات، وكل قتيل أو جريح هو عائلة أو عائلات. لما نحط كل هذه الأرقام بالإضافة إلى تدمير 50 مدينة وتدمير 3,000 قرية على الجانبين العراق وإيران، بنتكلم على حرب مروعة للغاية استغرقت 2888 يوما. هذه الحرب لم تكن الأخيرة، شوية ولقينا الحرب الثانية اللي هي غزو دولة الكويت ثم بعد ذلك تحرير الكويت. هذه الحرب اللي هي حرب 91، حرب الخليج الثانية، كلفت الكثير جدا. على الجانب الكويتي تم حرق أكثر من 700 بير بترول، يعني 700 بير من النفط تم حرقهم في أثناء العمليات قبل وأثناء هذه الحرب. نتكلم على تدمير البنية الأساسية في الكويت تقريبا كلها، تقريبا من كهرباء إلى مياه إلى طرق إلى منشآت، تدمير كبير جدا البنية الأساسية، زائد حرق 700 بير بترول في الكويت. في الجانب العراقي بنتكلم على خسائر كبيرة جدا في حرب الخليج الثانية. تقدر أو يقدر التقرير الاقتصادي العربي، وده مرجع محترم ومرموق ويعتد به علميا، إن التكلفة كانت أكتر من 700 مليار دولار. وهذا الرقم لما نحط تضخم المعتاد للدولار يعدي 1 تريليون دولار أيضا الآن. إذا بنتكلم على 1 تريليون دولار حرب الخليج الأولى، كمان 1 تريليون دولار حرب الخليج الثانية، يعني تريليونات بتترمي على الأرض كأنها جنيهات أو بضع جنيهات. بنتكلم على ثروة أمة تراق على الطرقات وتراق معها الدماء. بعد كده جات حرب الخليج الثالثة اللي هو الغزو الأمريكي للعراق. في حرب الخليج الثالثة تم تدمير العراق إلى حد كبير. بنتكلم عن يورانيوم مخضب، بنتكلم على أكثر من 1 مليون قتيل، بنتكلم على تدمير واسع النطاق لمدن وقرى في العراق أثناء الغزو الأمريكي. انتهت تقريبا الدولة العراقية بموجب هذا الغزو. التكلفة كبيرة جدا. تقدير جامعة هارفارد في الدراسة الشهيرة اللي عملتها أنها تصل إلى 4 تريليون دولار. الرئيس ترامب زود 2 تريليون وقال 6 تريليون دولار، لأنه التكلفة زي مثلا ما قلنا في حرب الخليج الأولى والتانية، دي التكلفة المباشرة. لما أقول لحضرتك إنه تريليون دولار، دي التكلفة المباشرة اللي هو البيت ده اتهد والمبنى ده اتهد والناس دول المحطة الكهرباء اللي عندهم اتدمرت، التكلفة المباشرة تريليون. إنما غير المباشرة اللي هي بعد كده تعدي غالبا هذا الرقم، ممكن يكون الضعف. الرئيس ترامب تقديره إن الإجمالي المباشر وغير المباشر 6 تريليون دولار. تقدير جامعة هارفارد إن المباشر وغير المباشر 4 تريليون دولار. إذن أرقام خرافية، كثير جدا من هذه الأرقام من المال العربي
ومن الثروة العربية ومن الدخول العربية، وبالتالي أصبحت الدول العربية تطلع من حرب إلى حرب، الأولى في الثمانينات والتانية في التسعينات والتالتة في الألفينات، وتحرم بيتكلموا على الرابعة في العشرينات. إذا بنتكلم إن كل عقد تقريبا أو عقد وقليل تبدأ الأمة ترجع تاني زي أسطورة سيزيف إلى نقطة الصفر من جديد، نبدأ تاني تكاليف فادحة. الرئيس بوتين بيتوقع إن ممكن تكون في حرب في المنطقة، أمم المتحدة بتحذر، إنما ترامب بدأ بخطوتين اللي هي مقتل قاسم سليماني الجنرال الإيراني المعروف، والخطوة الثانية إرسال أكثر من 3000 جندي عقب مقتل قاسم سليماني. خطوتان تمهدان إلى مزيد من التوتر في المنطقة، حتى لو قال ترامب أنه لا يهدف إلى إسقاط النظام في إيران ولا إلى حرب كبرى في المنطقة، الكل يخاف حرب خليج رابعة. حتى لو لم تقع هذه الحرب، بعض خسائرها بدأت للأسف الشديد. ليحفظ الله أوطاننا. تحية لكم وإلى اللقاء في برنامج علم السياسة.